تتسع دائرة الاعترافات بفشل العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن في تحقيق أهدافه، وفي إشارة جديدة إلى أن أمريكا أسقط بيدها في جبهة البحر الأحمر بعدما جرت إليه عدداً من تابعيها الأوروبيين، تبحث واشنطن اليوم عن مخرج لها من المستنقع اليمني. موقع ريسبونسبل ستيت كرافت الأمريكي أكد أن الحرب غير القانونية ضد القوات المسلحة اليمنية لن توقف أزمة البحر الأحمر، معتبراً أن الهجمات الأمريكية ضد اليمن خطيرة وغير ضرورية، وأن الحل الحقيقي يبدأ في غزة. وأشار الموقع إلى تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين المقر بأن البديل المثالي للعدوان على اليمن بهدف إنهاء الأزمة البحرية هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وهي مؤشرات إلى الفشل الذريع لسياسة أمريكا تجاه اليمن. موقع المونيتور الأمريكي بدوره شدد على أن الولايات المتحدة تبحث عن مخرج وطرق دبلوماسية لتهدئة الأزمة في البحر الأحمر بعد فشلها عسكرياً في إضعاف القدرات العسكرية اليمنية. الولايات المتحدة والعدو الصهيوني يبديان المزيد من الارتباك تجاه عمليات اليمن. صحيفة ماكور ريشون الإسرائيلية توقفت عند اعتراف مسؤول الملف اليمني في الخارجية الأمريكية تيموثي ليندركينغ بأن بلاده تعلم أنه لا حل عسكرياً في أزمة البحر الأحمر، وتساءلت إذا ما كانت الولايات المتحدة بذلك ومن خلاله تستسلم أمام اليمن.